فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه فرتكه فرتكه انا قلبي خلاص اشتكه. عارف هذا الكورنر في الجاره شفت عيل مكهرب انما ايه الواد كان الاسفلت يمين في شمال في مقصات وراح ناطع الجون ايه مزيكا. طب بقول لك ايه يا ابليس انا لازمني الواد ده عشان بفكر كده ابيع عيال لبرشلونه. الواد ده اسمه ايه وعملت معاه ايه؟ الواد ده اسمه سلعاوه خدت منه 100 جنيه وطمنته قلت له انت الفريق الاساسي للنادي الاهلي. الله يخرب بيتك يا ابليس خدت منه 100 جنيه ليه؟ اعمل ايه الكارت الميموري ما كانش فيه مساحه اسجل نمره الواد قلت له هات ال 100 جنيه عشان اسجل نمرتك واديها للكابتن كورنر الواد كان طاير. يا سلام طب وجبت كارت ميموري؟ ميموري ايه يا مهفوف وانا عندي ميموري اساسا انا خدت منه ال 100 جنيه وسجلت رقمه عليها. امسك انقل رقمه. طب هات اما انقل الرقم. النبي حلوه ال 100 جنيه. اكشف ال 100 جنيه انقل الرقم بس. عارف هذا كورنر الواد ده لو باعنا بالاصدقاء ربنا هيكرمنا اخر كرم. فول هتقسم نصين انت النص وانا النص. سيبك من برشلونه وريال مدريد ما بيدفعوش ياه. الترسانه فلوسها احسن فلوسها حاضره. ودي الترسانه. طب بقول لك يا اخويا الصراحه يعني اليومين دول مزنوق في قرشين. اخوك بيكح غازات مثيره للدموع فلازماني ال 100 جنيه دي. 100 جنيه ايه اللي لازماك ياه؟ فلوس لما تخش جيبي زي الحرمه اللي تخش بيتي. ما يصحش تروح لحد غريب. انطر ياه انطر. مع السلامه يا صادق بنورت. ما تنساش يبقى تغسل وشك كل يوم الصبح من الجركن اللي في ايدك ده. اوعى تنسى. الحمد لله على سلامتك يا نحمد. الله يسلمك يا حاجه اعتذار. كيالك ودعيالك والله يا حاجه اعتذار يا وش الخير والهنا. يا حبيبتي بسم الله ما شاء الله ربنا يخليها لك. وانت يا طويل يهبل يا ابن الهبل انت على طول ماشي مع اي زفه فيها نسوان فتك 60 نيله. خديها يا اختي وتلاقي على فوق لا تستهوى ده احنا ما صدقنا انها جت.